السلام عليكم ورحمة الله. صباح النور، مساء الخير، فين ما لقاكم هذا الفيديو، فين ما كنتوا مرحبا بكم. إن شاء الله مرة أخرى وصفة جديدة، وصفة مستوحاة من المطبخ ديال المغرب العربي، في الغالب مشهورة بليبيا الأول وممكن تونس والجزائر. في الحقيقة حنا ما كنسميوهاش، احنا كناكلوها. المهم هذه وصفة الرشتة. نبداو على بركة الله، نقولوا شنو غادي نديرو فيها. بالحق راه عرفتي وصفة لذيذة 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 بزاف وزوينة ومخيرة في هذا البرد صراحة. المهم هي كتجيب اللحم احسن ما تجيب الدجاج او بيبي، يعني باش نكون واضحة معكم. فتجيبي طريفات ديال اللحم، وخا حتى كانوا بالعظم، ويستحب ما يكونوش بالعظم حيت كتكال بالمعلقة، فتقدر يطيح فتوات ديال العظام شي بلاصة ولا شي، ونتفاداو اننا نهرسو دريساتنا. فتكون غير الهبرة، اوكي، نقطعوها هكايا اطراف او مكعبات على حسب الحجم اللي تبغي ولا حسب المقدار ديال اللحم اللي غتكوني انتي موجدة. المهم هاد الوصفة كما قلت لك جميلة وسهلة ومهمة في هذا البرد صراحة. المقادير اللي كتجي فيها من أبسط ما يكون موجود في كل مطابخ، يعني ما تهزيش الهم أنك تقولي لا ما نديرهاش، ما نقدرش نديرها، كتشد الوقت. ما كتشدش الوقت ولذيذة وما كتخسرش بزاف ديال الفلوس، اقتصادية شوية. ما يهمكمش يعني شحال غديري، انا دائما كندير بزايد لانني كنكون كنخدم، فكنضطر انني نشيل او نحط بورشنز في الفريكو. اوكي، هذا متفق عليه، كلها كيمشي على حسب الاستطاعه والقدره. الله يحسن العون للجميع، الله يرزق الجميع من حيث لا يحتسبون. المهم الموس خصو يكون ماضي، والا تما بقيتي. ها كيفاش كنديروا لهم؟ كنقطعوهم طريفات. جيبي زيبلاك كنديروا فيها الطحين، الطحين كنديروا فيه الفلفل الاسود البزار والملح على حسب الذوق. اوكي، غادي نخلطوا كلشي في هذا الزيبلاك. ما عندكش الا الزيبلاك، ديري واحد بلاستيك يكون نقي، يعني عزليه يكون نقي، ولا لا بلاش كاع، ما عندكش بلاستيك في زلافة كبيرة، جيبي الطحين ومرمدي فيه هذاك اللحم اللي حنا قطعنا. اوكي، ما اسهل ما يكون، غير وني كديريه في الميكا كيجي ساهل بزاف وما تيهزش الطحين. الحبات ديال اللحم او المكعبات ديال اللحم ما تيهزوش بزاف ديال الطحين، فملي تسدي الزيبلاك او الميكا خليها عامرة بالهواء، ما تحيديش الهواء منها باش تجي بحال النفخة. غادي تبقاي تخلطي هكذايا، رونيها هكا بحال هكا، ما كتهش الطحين بزاف. اوكي، تفهمنا؟ وكما قلنا باش نبسطو المسألة، ما عندكش هنيكا او ما عندكش زبلاطة لالا كان بها، ديري طبسي الغارق، ديري زلافة ومرمدي الطحين، الحق نفضيه. اوكي، نفضيه. غنجيو طنجرة عندنا سخونة فيها الزويتة مخلطة ما بين الرومي وما بين البلدي. اوكي، الزيت العادي وزيت الزيتون، غنديروهم بجوج. الطنجره ديالنا دائما سخونه، انايا مع ذلك نفطهم من الطحين، ما خصناش نجيبوها يعني طحين بزاف فيها باش ما تجيش معجنه. ولا كان شي وحيدات بحال هكا متلصقين هكا، مرمديهم عاوتاني رجعهم في الطحين وشحريهم في الزيت السخونه. ديجا اللحم ملح وفيه شويه ديال الابزار، هذا ما غادي يخطاش باننا مازال غادي نضيفو شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. خلطوه مزيان، شحروه مزيان على نار عاليه. داكشي اللي ملتصق في الطنجره هذاك راه هي الدبه، وداكشي علاش كندورو ماشي احتراق. ملي غنضيفو الماء ان شاء الله او الرويه كي كنقولو، غادي نكرطو الطنجره هذيك الدبه كلها بغيناها. هنا درت هو تقريبا واحد كاسه ديال البصلات صغار او جوج متوسطين او واحدة ونص كبار، معجون طماطم غادي نضيفوه مباشرة،
خلي الشيء يتشحر. اوكي انا دائما عجينة الطماطم كنخليها في الثلاجة وكندير فوق منها شويه ديال الزيت البلديه او الزيت وكنخليها في الثلاجة ما كتخسرش. غادي نضيفوا هذا الكاس ديال الماء راه زعما نشحوا هذه البصيله. اوكي عرفتي ما تديوش مع ولدي ولدي راه جالس ما باغي يدوز امتحان اونلاين فيقول لي ماما الريحه البيضه البنه ديال الطيب اللي شفتو لاحظتو كي كنحرك في الطنجره كان هذاك الالتصاق اللي في الطنجره هذا كله مهم في الوصفه. الكوكوت مني راه هي شغاله. نجيو للمقادير. هذا كاين سكينجبير كاين الكمون كاين القزبور ثوما البصله بودر البصل الملحه شويه القرفه شويه ديال التحميره حلوه والكركم وزيدوا شويه ديال السودانيه او شويه ديال التحميره الحاره شطه على حسب الذوق والاختلاف. انت كل ما داتشي شويه من السبب الحار كل ما كانت البيئه. الماء عندي دافي ما نزيدوهش بارد. اوكي اللي يكون المقدار اللي احنا محتاجين غادي نخليو كل شيء بارد. اعطيها الخاطر وزيدي حاجه اخرى كما قلت لكم حرك حتى ما بقاش حس للالتصاق في الطنجره. هاد الوصفه غادي تعجبكم. غادي نعتذر من اصحاب الوصفه الاصليه نقدر نكون اخطات في مقدار او اخطات في ليزانغريديون يعني سمحوا لنا. هنا غادي نروي عليها ماشي نروي عليها غادي نشبعها بالروز اللي مخلط بشويه ديال العدس وفيه شويه ديال الفلفل الاحمر جاف بصله جافه ثوما جافه وما الى ذلك. عرفتي واحد الروز لذيذ زوين بزاف وعاد. غادي نخليوه يطيب مزيان وغادي نعطيكم شحال نضيفوا عليها من بعد اللي كيخليها تجي اروع والذ يعني الذ شهى اكله كليتها. واخا انا كليتها في المغرب على يد واحد السيده كانت سافرت لليبيا وجابت معاها شويه ديال التفنيد من المطبخ الليبي اللي كنت كناكلها وجابت معاها الاقامه يعني السيزنين التتبيله ديالها الخاصه شي حاجه كتهبل. غير انا حاولت ما امكن نجيب ولو بشكل بسيط النسمه اللي انا باقا كنتذكر انني كليتها. كما قلت لكم هنا الكوكوت كنت خدامه على الحمص. الحمص شوفوا راه ما رطبته ولا بليله ما بثمانية سوايع على بجوج. غسلت الحمص حطيته في الكوكوت كما هو. غادي ناخذ الحمص وغادي نرويه بالماء ديال الحمص لانه توا غادي يدخل لنا في هذه الوصفه. سودنا الروز عندنا العدس عندنا الحمص وغادي نضيفوا عليها ان شاء الله نودلز او معجنات باستا. اوكي ايغ نودلز حنا عندنا هنا كنسميوه ايغ نودلز. طبيعه الحال ما ديال الحمص حتى هو فيه شويه ديال الملحه ماشي بزاف حتى هو ضفناه للتمريقه ديالنا يعني روينا به الطنجره. ونسيت نقول لكم بلي انني رميت جوج ريوس ديال الثومه لان ضروري عرفتي البردان شوف عرفتي الحبيبه على قلبي هي الثومه. المهم رميت فيها جوج دروس ديال الثومه. غادي ندوقو نشوفو التتبيله فين واصله لان التمريقه كتزيد تقلل من النسمه ديال التتبيله فضروري. كما كنقول لكم انا كندير عيني مزيان كتبقى القضيه هي هذيك ما كنضطرش نزيد منها الا ما رحم ربي. هنا كنديرو الايغنودلز يعني عشان الباستا اوكي المعجنات. هذه الطويله هي اللي كتجي احسن هي الوصفه الحقيقيه. خصك تعجني العجينه وتقطعيها تلقيها رقيقه وتقطعيها وتحطيها في الطياب. انا ما عنديش الوقت نعجن العجينه وندير الباستا الطبيعيه اللي هي هذه هي الوصفه الاصليه. خصك تعجني العجينه ديالها وتقرصيها وتطلقيها وتقطعيها رقيق. فانا كنعوضها بالشعريه. اي نوع الشعريه ولاني هذه يستحسن هذا النوع لانها كتجي شبيهه بالوصفه الاصليه. اوكي ومازال كنقول ونعاود اصحاب المطبخ الاصلي لهذه الاكله يسمحوا لي او يصحوا لي في التعليق بلانني واش درت الخطا او ناقصه التتبيله اللي فيها شي نسمه غريبه سبحان الله العظيم وفي نفس الوقت لذيذه. جدي نقول لكم كتجي هائله هائله مخطره معلكه سوبي. المهم هاد البرد بصحتكم وراحتكم العديسه والحمص ان شاء
فنقول لكم بحال شكل ديال الاكله المصريه الكشاري اللي كيديروا فيها تما تبارك الله، الروز والعدس والقطنيه والحمص هي باختلاف، ولكن وقيل في الغالب غادي نشارك معكم حتى انا الكشاري حيت وصفه باينه زوينه، ولكن نشوف واش نقدر نتقنها ولا لا ان شاء الله باذن الله. المهم غادي نقول لكم بصحه وراحه، تسامحوني ونطلب منكم السماح لانني تعطلت على انني نحط وصفه اخرى او فيديو اخر او نشارك معكم وصفه اخرى، ولكن الله غالب عندنا البرتشي شويه هاد الايام، الحساسيه ضرعتني، مرضنا بالرواح حتى صله كامله لا فامي كامل مرضت بالرواح، الخدمه ما عنديش الوقت، كنجي معطله يعني الله يحسن العوان. ايوا هنا اجي وناكلو، اجي ونتبرعو عرفتي الله يسمح لنا من اللي شهيناه او اللي شهيناها، الله يسمح لنا، الله يرزقكم من فضله واحسانه يا رب. وصفه بسيطه جدا، اصيله جدا، من المطبخ الليبي التونسي الجزائري. في الحقيقه ما عمرني شتها، احنا درناها في المغرب الا لا كنديروها في شي مناطق اخرى وما عارفاش، العلم عند الله. المهم مره اخرى الرشتة بطريقة سابرا وورد، ولكن أكيد أصلها أحسن من هكا، ولكن تهدي لذيذة بالنسبة لي أنا، ولادي كيحماقوا عليها كتعجبهم. إن شاء الله نشوفكم في أطيب الأوقات، تكونوا إن شاء الله في أحسن الأوقات بسعادة وسلامة يا رب. الله يشفي كل مريض، الله يرحم كل الشهداء ديال غزة، وإلى ملتقى قريب بإذن الله. مع السلامة.